أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروس التفسير في سورة الزمر. وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، فكل شيء هو من خلق الله سبحانه وتعالى. وإنما يذكر الله لنا ذلك ليبين لنا تمام ملكه وكمال تصرفه وتدبيره لأمور خلقه، وأن هؤلاء المشركين الذين يعبدون مع الله آلهة أخرى لم يعبدوا شيئا يستحق العبادة، لأن الذي خلق كل شيء هو الله. إذن فماذا بقي لآلهتهم؟ لم يبق شيء. فإذا كانت هذه الآلهة لم تخلق شيئا، فبأي حجة وبأي حق عبدت؟ قال: وهو على كل شيء وكيل، أي متوكل، هو الحافظ القائم القيوم على كل شيء، الذي يدبر أمور خلقه كلها، ولم يدع هذه الأمور بيد أحد من عباده، بل كل الأمور بيده ومقاليدها عنده، ليست إلى أحد، حتى يدعى لهذه الأصنام ما يدعى أو ينصرف العباد بقلوبهم إلى غير ربهم جل جلاله. ولذلك قال مؤكدا هذا المعنى: له مقاليد السماوات والأرض. والمقاليد جمع إقليد، إما أن يراد بها المفاتيح، له مفاتيح السماوات والأرض، فأمرها وتدبيرها بيده جل وعلا، أو له مقاليد بمعنى خزائن، فخزائن السماوات والأرض كلها له جل وعلا. فمن أين لكم أيها المشركون أن تسألوا هذه الآلهة التي تعبدونها من دون الله، تسألونها أن ترزقكم أو تغيثكم أو تعطيكم أو تمنحكم أو تمنع عنكم، وخزائن السماوات والأرض ومفاتيحهما بيد الله جل وعلا؟ قال: والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون، لأنهم عبدوا من لا ينفعهم وتوجهوا إلى من لا يصنع لهم شيئا، فهذا والله هو الخسار الحقيقي. والتعبير بقوله أولئك هم الخاسرون من التعابير الكثيرة في القرآن التي يراد منها الحصر، أي هؤلاء هم الخاسرون وحدهم، لا أحد أخسر منهم، أولئك هم الخاسرون، كأن الخسار لهم وحدهم دون من سواهم. ثم قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بطريقة جديدة في المناقشة في أمر التوحيد والشرك: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون؟ أتريدون مني أن أعبد أحدا غير الله؟ أنتم جاهلون، مقاليد السماوات والأرض وخلق كل شيء من الله وحده، وهذا باعترافكم، وتريدون مني أن أعبد غير الله؟ أين عقولكم؟ لو كان عندك 7 ملوك وملك منهم هو المتملك عليهم، ماذا كان الأجدر بك؟ أن تذهب إلى هؤلاء الملوك أو تذهب إلى ذاك المتملك عليهم جميعا والذي هو مسيطر عليهم ومتسلط عليهم؟ إلى من تذهب؟ تذهب إلى ذاك وتدع هؤلاء، لأنهم في حدود معينة قد يعطونك، لكن في الباقي لا يعطونك ولا يتصرفون. هذا في من يتصرف، فكيف إذا كانت
أصناما وأوثانا تعبد من دون الله، لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تدفع ولا ترفع ولا تضر ولا تصنع شيئا لأنفسها فضلا عن عابديها. قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك. اسمع المثاني، طريقة جديدة في التحذير من الشرك، في من؟ في شخص رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك من الأنبياء والرسل لئن أشركت، وحاشاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يشرك، وهو الذي جاء بهذا النور وهذا التوحيد وهذا الوحي من عند الله عز وجل، لكن على سبيل الفرض والتنزل، أنت يا محمد في مقامك وعلو منزلتك وقربك من ربك، لو حدث منك الشرك لا يحبطن عملك. الشرك محبط للأعمال، ولو حصل من أحسن من يكون أو من أحسن أهل الأحوال، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، تكون من الخاسرين في الدنيا ومن الخاسرين في الآخرة. وهذه السورة كما رأينا تحدثت عن الخسار بشكل كبير لم نره في سورة أخرى، كما أنها بيّنت أمر التوحيد والشرك، وهذا يدلنا على أن الخسار الحقيقي مقرون بالشرك، فمن أشرك فقد خسر، ومن وحد فقد فاز ونجا، وإن عصى وتخلف عن طاعة ربه في بعض ما أمر به. ولذلك قال: لا يحبطن عملك، أي والله لا يحبطن عملك، فاللام هنا موطئة للقسم، وجيء بها على وجه التوكيد ليدل على أن هذا الأمر جد لا مرية فيه ولا شك فيه ولا يقبل المساومة، لأن أمر الشرك أمر عظيم، كما قال لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، تأكيد آخر، بل الله فاعبد. قدم لفظ الجلالة، لماذا؟ لأن عند العرب قاعدة تقول أن تقديم ما حقه التأخير يدل على الحصر، بل الله فاعبد أصلها فاعبد الله، لكن لما قدم ما حقه التأخير فلفظ الجلالة حقه في الكلام أن يؤخر، أعبد الله، يأتي الفعل ثم الفاعل ثم المفعول به، فلما قدم المفعول به على الفعل والفاعل دل ذلك على الحصر، أي بل الله وحده فاعبد. وهذا مثل قوله في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، فأصلها نعبدك ونستعينك، ثم لأجل الحصر قدمت الكاف وجعلت معها إيا، فصارت إياك نعبد وإياك نستعين، أي نعبدك وحدك ولا نشرك معك أحدا سواك، ونستعين بك وحدك ولا نستعين بأحد سواك. ومثلها قوله عز وجل: فإذا فرغت فانصب، إيش؟ وإلى ربك فارغب، ما قال وارغب إلى ربك ليدل على الحصر، إلى ربك فارغب. ومثلها وهي من أوضح آيات الحصر قوله: ولم يكن له كفوا أحد. فانظر أصل الكلام: ولم يكن أحد كفوا له، فقلبت الآية قلبا كاملا لأجل الدلالة على الحصر. ولم يكن إيش؟ له، هذه رقم 3، كفوا رقم 2، أحد رقم 1، جعلت آخر واحدة، لماذا؟ ليدل ذلك على الحصر. وهنا: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، لأنك إذا عبدته وأفردته بالعبادة شكرته. ومن أشرك مع الله أحدا سواه ولو في قليل من عمله فإنه قد أشرك شركا لا يقبل الله معه شيئا من عمله، ونفى عن نفسه صفة الشكر. ثم قال الله عز وجل:
مبينا حال أولئك الكفار الذين أشركوا مع الله سواه، قالوا وما قدر الله حق قدره، ما عظموه حق تعظيمه ولا أكرموه حق الإكرام من أن يدعوا له صاحبة أو ولدا أو شريكا أو ندا أو شبيها أو نظيرا. لو علموا من هو الله حق العلم وقدروا الله حق قدره ما أشركوا معه أحدا سواه. قال الله مبينا عظمة ملكه وعظمة قدرته: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. الأرض التي ترونها هذه بجبالها وأنهارها وأشجارها تكون في قبضة الله يوم القيامة، والسماوات هذه العالية الرفيعة الضخمة الهائلة تكون مطوية بيمين الله عز وجل، وكلتا يدي ربي يمين جل جلاله. كيف يكون ذلك؟ هذا فعل الله، وهو القادر على كل شيء والقائم بكل شيء. وما هذه السماوات وما هذه الأرض في بعض ملك الله إلا مثل الحلقة. انظروا إلى قدر السماوات السبع في الكرسي الذي هو قليل عند العرش، مثل سبع حلقات قد ألقيت في فلاه. فلاه أي صحراء طويلة عريضة لا حدود لها. هذه السماء التي نراها قبة هائلة، قد عظم الله أمرها في القرآن، هي شيء قليل جدا في ملك الله جل وعلا. وعلماء الفلك في هذا الزمان يثبتون لنا بالفعل أننا يعني في هذا العالم مثل الذرة، لسنا بشيء، وأن الكرة الأرضية لا تكاد ترى في منظومة هذه المجرات الهائلة التي خلقها الله عز وجل في هذا الكون. وهذا الذي اطلعوا عليه شيء مما أتاح الله لهم أن يطلعوا عليه، وما خفي عليهم أعظم. ولذلك قال الله في القرآن: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم إيش لو تعلمون عظيم. لو علمتم بأي شيء أقسمنا لعرفتم أننا أقسمنا بشيء عظيم. ولذلك علماء الفلك يقولون هذه النجوم التي نرى بصيص ضوئها، هذه نورها وصل إلينا عبر مئات الملايين من السنين الضوئية من شدة بعدها في غابر السماء. والله أعلم، والله أعلم، وملك الله أعظم. قال الله عز وجل: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يعني ما ذكر الله هذا من عظمته إلا لينزه نفسه عما أشرك به المشركون. سبحانه أي ينزه الله تنزيها يليق به، وتعالى ترفع عن هذا الذي يشركونه به. كيف تقارن السميع البصير الملك العظيم الجبار الذي هذا ملكه وهذا خلقه وهذا تقديره وتدبيره بهذا الصنم الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يغني ولا ينفع ولا يدفع ولا يرفع ولا يصنع شيئا لنفسه فضلا عن عابده؟ كيف تقارن هذا بهذا؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم قال الله عز وجل مهددا ومبينا أننا وجميع الخلق سنرد عليه وسيختلف حال الموحدين عن حال المشركين. قال: ونفخ في الصور. فما هو الصور؟ الصور قرن عظيم خلقه الله عز وجل لينفخ فيه ملك من ملائكته يسمى إسرافيل، هذا ملك موكل بالنفخ. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصف حاله لما علم بحال هذا الملك قال: كيف أنعم وصاحب القرن قد انتقم القرن ينتظر أن يؤمر بالنفخ فينفخ. كيف أنعم، كيف أتنعم في الدنيا وأنا أعلم أن الملك الموكل بالنفخ في الصور قد التقم الصور مستعدا لسماع أمر الله حتى ينفخ فيه، فيصعق أهل السماء وأهل الأرض إلا من شاء الله. ونفخ في الصور فصعق أي فزع وغشي كل من في السماء، من في السماوات ومن في الأرض.
إلا من شاء الله. وهنا لم يذكر من شاء الله عز وجل أن يأمن من الصعق، فقال بعض العلماء إن جبريل ممن لا يصعق، قال بعضهم جبريل وميكائيل وإسرافيل لا يصعقون، قال بعضهم موسى ممن لم يصعق لأنه اكتفي بصعقته التي كانت في الدنيا، فلما تجلى ربه للجبل خر جعله دكا وخر موسى صعقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأكون أول من أفيق فأجد أخي موسى آخذا بقائمة العرش فلا أدري أكان ممن صعق أم يعني اكتفي بصعقته الأولى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال بعض العلماء وأيضا يستثنى من الصعق من كان في الجنة من الحور والغلمان وغيرهم، هؤلاء لا يصعقون إلا من شاء الله. وهذه النفخة قيل إنها هي النفخة التي يموت بها الخلائق، وقيل إن النفخة التي يموت بها الخلائق هي الأولى، وهذه النفخة هي نفخة الصعق هي الثانية، والنفخة الثالثة هي نفخة البعث التي قال الله فيها ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وبعض العلماء يقول إن نفخات اثنتان، نفخة يصعق بها الخلق سميت في القرآن مرة بنفخة الصعق ومرة بنفخة الفزع، وذكر في سورة النازعات قال الله عز وجل والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، فجعل النفخات نفختين. قالوا أيضا ظاهر القرآن هنا أنهما نفختان، نفخة يصعق فيها العباد فيموت كل من أذن الله عز وجل بصعقه وموته، ثم نفخة أخرى للبعث. وبعضهم قال هي ثلاث، نفخة يموت بها العباد، ونفخة يصعقون بها، ونفخة يحيون بها، والله أعلم بما يكون. قال ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. طبعا إذا أراد الله عز وجل أن ينفخ أذن للسماء أن تمطر مطرا كمني الرجال فينبت الناس، لأنه يبقى من الإنسان العصعص وهي ذرة في أقصى أو في أسفل العمود الفقري، تبقى من الإنسان يعني مثل الحبة التي تلقح بالمطر، هذه الذرة منها ينبت الإنسان، فينبت الناس كما تنبت الحبة في حميل السيل، يعني كما تنبت البقلة يقال لها الحبة، بعض الناس يقرأها الحبة، لا، كما تنبت الحبة في حميل السيل أي في جوانب الوادي، ينبتون 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 يظلون ينبتون. فإذا أراد الله عز وجل أن يبعثهم نفخ إسرافيل نفخة البعث فانبعثت هذه الأرواح وإذا هم قيام ينظرون. سبحان الله. قال الله عز وجل وأشرقت الأرض التي هي أرض المحشر بنور ربها، فليس لها في ذلك اليوم نور غير نور الله عز وجل، لأنه لا شمس ولا قمر، الشمس والقمر تنكدران وتنخسفان وتنكسفان فلا يبقى فيهما ضوء ولا نور، بل إنهما يكوران يعني يلفان ويرميان في جهنم. قال بنور ربها ووضع الكتاب فترى المجرمين ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. عندما ينزل الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء قال الله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. عندما ينزل الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء تأتي المحكمة العظمى، المحكمة الإلهية التي لا يظلم فيها أحد ويؤتى فيها بكل البينات والشهود. قال ووضع الكتاب، الكتاب المحصي لأعمال العباد، كتاب الأعمال
الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ويؤتى بسجلات الناس كلهم، وكل واحد يعطى سجله مد البصر فيه كل ما عمل. وجيء بالنبيين ليشهدوا على أممهم بأنهم قد بلغوه، وجيء بالشهداء أيضا. قيل الشهداء هم الذين قتلوا في سبيل الله، وهذا القول ضعيف، والصحيح أن الشهداء الذين يشهدون من الملائكة والجوارح وكتب الأعمال وكل من يشهد. وجيء بالشهداء لأنهم أمام محكمة لأجل فصل القضاء، وقضي بينهم بالحق. فالشهداء هنا لا يراد بهم من مات شهيدا، بل من يستشهد يوم القيامة، من يؤتى به ليدلي بشهادته. قال: وقضي بينهم بالحق، أي بالعدل الذي لا ظلم معه، وهم لا يظلمون. في ذلك الموقف الرهيب يطول المقام على الخلق، فيستمر موقف القيامة 50,000 عام، ويضجر الناس من طول القيامة، حتى إنهم يسعون إلى الأنبياء يطلبون منهم أن يشفعوا عند الله عز وجل في فصل القضاء، وهم يعلمون أن فصل القضاء قد لا يكون في صالحهم، ومع ذلك يرون أن فصل القضاء أهون عليهم مما يلاقونه في ذلك اليوم من طول قيامهم. تدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق إلجاما، وهم حفاة عراة غرل غير مختونين. وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. قال: ووفيت كل نفس ما عملت، كل نفس تعطى عملها وافيا من غير نقص، وهو أعلم بما يفعلون، لا ينقصهم من أعمالهم شيئا. قال الله عز وجل بعد أن قضي بينهم: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. الكفار يساقون، من يسوقهم؟ الملائكة، زبانية العذاب تسوقهم سوقا عنيفا مجهدا ضارا بهم. قال: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. عندما يأتون إليها كانت أبوابها موصدة. لماذا موصدة؟ لتزداد احتراقا حتى تستقبلهم وهي أحر ما تكون، وأيضا إهانة لهم، لأن من الإكرام أن يكون الشيء أو البيت أو الباب أو الدار مفتوحا قبل قدوم القادم، أما أن يكون مغلقا ثم يفتح فجأة فهذا للدلالة على الإهانة، وأيضا لإفزاعهم وإرعابهم، حتى إذا فتح العذاب عليهم فتحا مفاجئا أصابهم برعب عظيم تنخلع له قلوبهم. قال: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، أي جماعات جماعات. كيف زمر؟ كل أهل ملة ونحلة وبدعة وضلالة مع جماعته، فالنصارى مع النصارى، النصارى الأرثوذكس مع النصارى الأرثوذكس، والنصارى البروتستانت مع النصارى البروتستانت، والنصارى الكاثوليك مع النصارى الكاثوليك، والبوذيون مع البوذيين، والهندوك مع الهندوك، والزرادتش مع الزرادتش، وغيرهم من أهل المذاهب والنحل والملل الكفرية. زمر، ولذلك أنت ستحشر في زمرة، فانظر ما هي الزمرة، أنت تحددها من الآن، حددها. الذين ستعيش معهم في الدنيا ستحشر معهم يوم القيامة، وهذا قرار أنت تملكه إذا وفقك الله عز وجل للقيام به. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. قال في الآية الأخرى: وإذا النفوس زوجت. إيش معنى زوجت؟ أي قرنت النفوس بعضها ببعض إلى نظيرتها. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، أي احشروا هؤلاء الظالمين مع قرنائهم الذين كانوا يعيشون معهم في الحياة ويتعاونون معهم إما على طاعة أو معصية. قال: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. حتى إذا جاءوها فاجأهم فتح أبوابها
وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم، يقولون مقرعين ومعاتبين لهم، ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم، أي هذا القرآن الذي أنزل عليكم، وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، يعترفون. لكن هل ينفع هذا الاعتراف؟ ما ينفع، لأنه جاء في الوقت كما يسمى عند المعاصرين في الوقت الضائع، في الوقت الذي لا ينفع فيه الاعتراف. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. إذن نحن الآن أمام قدر قد مضى فينا لا نستطيع رده ولا نستطيع أن نستدرك مما فاتنا شيء. ولاحظوا أنه ذكر المظهر في مقام المضمر، فقال ولكن حقت كلمة العذاب، لم يقل علينا وإنما قال على الكافرين، ليبين أنهم استحقوا ذلك بكفرهم وليس لسبب آخر. قيل أن يقال لهم من متعددين الملائكة والمؤمنين ومن الله جل وعلا ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. لماذا يقال ادخلوا أبواب جهنم ولا يقال ادخلوا جهنم؟ لأن العذاب يصل إليهم من الباب، فالباب من حين ما يفتح يفجأهم بعذاب مهيب وصوت مفزع، فيقال ادخل الأبواب، فما ينتظركم في النار أعظم مما يأتيكم في الباب. قال الله عز وجل خالدين فيها، فهناك عذاب عند الباب وهناك خلود في النار. فبئس مثوى المتكبرين، هذا كبركم وعلوكم وتعاليكم عن الحق وعدم انصياعكم لأنبياء الله. ولما كان القرآن مثاني، لما ذكر سوق الكافرين ذكر سوق المتقين، وسيق الذين اتقوا ربهم، أولئك يساقون وهؤلاء يساقون، لكن سوق أولئك بزبانية غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يأخذونهم بسياط العذاب سياط النار، ولذلك إذا جاءوا إلى النار يقتحمون فيها. هذا فوج مقتحم معكم، ليش يقتحمون في النار؟ لأن وراءهم من عذابه شديد على ظهورهم، فهم يفرون من هذا ويلقون أنفسهم فيما هو أشد منه، لأنهم يريدون الفرار من عذاب قد ذاقوه وهو سياط هؤلاء الملائكة الزبانية. وسموا زبانية من الزبن، والزبن هو الدفع، ومنه سمي الزبون، الزبون لأن البائع مع الزبون كل واحد منهم يدفع الخسارة عن نفسه، فسمي زبونا من الدفع، وكذلك الزبانية لأنهم يدفعون الكفار دفعا. وهنا قال وسيق الذين اتقوا ربهم. سوق المؤمنين يختلف، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن إيش وافدا، يجيئون على النجائب وعلى مراكب جميلة ورائعة وهي قطعة من النعيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. زمرا كيف؟ طيب كلهم مؤمنون ومتقون لله؟ نعم، فيهم المقتصدون وفيهم السابقون للخيرات وفيهم أهل الدعوة وفيهم أهل الصلاة وفيهم أهل الأمر المعروف والنهي عن المنكر وفيهم أهل الصدقة والجمعيات الخيرية وفيهم أهل البر والإحسان الذين يبحثون عن اليتامى والمساكين والأرامل وفيهم أهل الدثور وفيهم أهل الذكر وفيهم جلاس، الجلاس في حلق الذكر وفي حلق العلم كما هو أنتم الآن، زمرة يأتون طلبة علم، زمرة عباد، زمرة عاملين بالمعروف، زمرة دعاة كانوا يتعاونون في الدنيا، فكما كانوا يتعاونون في الدنيا على تقوى الله يأتون يوم القيامة ما شاء الله وهم يتذكرون ما كانوا عليه. كما تعاوننا الآن نقطع الطريق إلى جنة الله عز وجل، وهم يرون أبوابها قد فتحت، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، أبوابها مفتوحة ما هي مغلقة،
لأن من عادة الكريم أنه يفتح بابه لمن يريد أن يكرمهم قبل أن يصلوا إلى بيته ليروا غاية الإكرام. لكن إذا أغلقوا الباب دل ذلك على الإهانة. فإن قلت قال في الآية الأولى حتى إذا جاءوها فتحت، قلنا نعم جاءوها عند المجيء تفتح، فصار فتحت جواب حتى أو جواب إذا، وهنا لم يأتي بالجواب بل جعله مقدرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم حصل لهم من السعادة والسرور والطيب واللذة والحبور والنعمة والفضل والمنزلة والدرجة شيء لا يوصف ولا يقادر. وهذا من أساليب القرآن في حذف الجواب، يحذف الجواب لكي تتخيل. لو كنت معنا أمس، نحن أمس ذهبنا إلى روضة من الرياض، لو كنت معنا بالأمس الله أكبر، يعني إيش فهمتم من هذا؟ أي أنه شيء ربيع وغدران وما شاء الله جمال وجو جميل ورائع لو كنت معنا بالأمس. لكن لو قلت لك لا انبسطت، ذهب الذي في نفسك، انبسطت أنا جالس منبسط. لكن لما تقول لو كنت معنا بالأمس وسكت، يحصل أن النفس تتسع في فهم ماذا سيحصل لك فأنت تلتذ بذلك. وهنا قال حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، كانت مفتوحة لهم، أين الجواب؟ لسعدوا وقرت أعينهم واستلذوا وطابوا وتنعموا. قال الله عز وجل وقال لهم خزنتها سلام عليكم، هناك نهر وزجر، ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقق، قيل ادخلوا أبواب جهنم، هنا سلام عليكم، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلام، سلم عليهم الله، سلم عليهم الملائكة، كل من مر بهم سلام عليكم. وهنا قال وقال لهم خزنتها، أي حراسها وحفظتها والقائمون عليها، سلام عليكم طبتم، حصل لكم الطيب كله، فقد كنتم طيبين في نياتكم واعتقاداتكم وفي أقوالكم وفي أعمالكم، والآن تردون على دار الطيب كله وهي الجنة، فادخلوها خالدين. ولم يقل ادخلوا أبوابها، لأن المؤمنين ما يجدون النعيم عند الباب، وين النعيم؟ جوا الغرف والقصور والدور. أما الكفار ادخلوا أبواب جهنم لأنه عند الباب يبدأ العذاب، عذاب لا يطاق. قال الله عز وجل فادخلوها ثم تموتون، لا خالدين عند ذلك يلهجون بالحمد لله، كما بدأ الله الخلق بالحمد، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وبدأ كتابه بالحمد، الحمد لله رب العالمين، وبدأ إنزال الكتاب بالحمد، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. تختم هذه الدنيا وأعمالها بدخول المؤمنين الجنة، فهم إيش؟ يحمدون الله فيقولون الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. الأرض أي أرض يا إخواني؟ أرض الجنة. الحمد لله، أسأل الله أن يمن علي وعليكم بأن نقول هذه الكلمة جميعا من غير أن يمر بنا قبلها حساب ولا عذاب. أسأل الله بمنه وكرمه الذي جلسنا من أجله منذ صباح هذا اليوم إلى هذه الساعة أن يمن علينا جميعا ووالدينا أن نقول هذه الكلمة عندما ندخل تلك الجنة العظيمة. الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض، أو أرض الجنة. فإن قلت كيف يورثهم الأرض؟ قلنا لأن الله خلق الجنة وقدر لكل مخلوق فيها مكانا، فإن كان مؤمنا أخذ مكانه، وإن كان كافرا ذهب إلى النار، وأورث الله مكانه للمؤمن الذي يكون معه، فيقول صارت إرثا لنا ورثناها جميعا
لم يدخل معنا هؤلاء الكفار الذين كان يقدر أن يكونوا فيها، وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، ننزل منها في أي مكان. ما فيه تقول والله أنت مالك إلا الرياض ولا القصيم ولا بريدة ولا مصر ولا سوريا، لا. وين تبغى؟ تبغى فوق، هنا، يمين، يسار، قدام، وراء، خلف، أنت في جنة، نتبوأ من الجنة حيث نشاء. لكن هل الجنة دخلناها بأمانينا؟ لا، فنعم أجر العاملين. من عمل وصبر واحتسب وثابر وجد واجتهد نال هذا الجزاء، أما من تمنى على الله الأماني فلا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. قال الله عز وجل: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. ترى الملائكة حافين من حول عرش الرب سبحانه وتعالى بعد هذا المشهد المهيب يسبحون بحمد ربهم، يقول سبحان ربنا وبحمده، أي ننزه الله عن كل نقص وعن كل مشابهة للمخلوقين، مصحوبا تنزيهنا بحمد ربنا، فله الثناء كله وله الحمد كله وله المجد كله وله الأسماء الحسنى كلها. هذا معنى التنزيه المصحوب بالحمد، فأنت تنزه الله عن النقائص ثم تضيف إليه المدائح والكمالات والجمال فلا يبقى منه شيء. يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق، أي قد قضى الله عز وجل بين عباده بالعدل بلا ظلم ولا حيف، وقيل بعد ذلك كله الحمد لله رب العالمين. فابتدأ الله الخلق بالحمد، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وختم الله الجزاء كله بالحمد، وقيل الحمد لله رب العالمين. ونحن نقول في ختام هذا المجلس الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به وأن يجعلنا جميعا وإياكم وذرياتنا والمسلمين من أهل القرآن، نقول الحمد لله رب العالمين الذي امتن علينا بهذا الكتاب وجعلنا من أهل هذا الكتاب ومن أهل أو من هذه الأمة التي حظيت بهذا الخير العظيم و أعطاها الله عز وجل هذا الفضل وهذه الدرجة العالية. أسأل الله مني وكرمه أن يجعلني وإياكم من المتقين لربهم الذين يساقون سوقا كريما إلى جنات عظيمة قد غرسها الله سبحانه وتعالى وبناها بيده الكريمة جل جلاله وتقدس أسماؤه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم، وداخل في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.